وللمزيد من المتابعة بشأن قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار. أستاذ عصام، قراءتك في القرارات الهامة التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. أولا مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة القرارات أو حزمة القرارات الاقتصادية اللي أصدرها السيد الرئيس النهاردة ممكن ناخد منها كذا قراءة. أولها أنه فخامة الرئيس لما قال أن أنا بستمع لكل شكاوى المواطنين وبتوصلني كلها، فدي السيد الرئيس سمعها وفعلا أخذ قرارات تناسب قطاع عريض، لأنه تاني قراءة في القرارات الاقتصادية أنها شملت قطاع عريض جدا من أكثر الطبقات في الشعب المصري اللي بتعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بتأثرها على مصر. لأن احنا هنلاقي حضرتك أنه شمل كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كل العاملين في قطاع الأعمال، كل العاملين في الحكومة، ولما نقول قطاع الأعمال يعني العمال في المصانع، أيضا شملت المزارعين والفلاحين بالقرارات والتوصيات للبنك الزراعي بالنسبة لهم، شملت المعاشات المسنين، شملت أيضا التكافل وكرامة. برضه حتى لما السيد الرئيس أوصى بسرعة تطبيق اللي هي الزيادة التكنولوجيا للسادة الصحفيين، لأن احنا عرفنا بعد كده من سيادة النقيب الصحفيين دي كانت مطلب أساسي للصحفيين. وأن الدولة فعلا لا تدخر جهدا في أنها تلبي أو تخفف من أعباء المواطنين، وما تتأخرش أبدا عن المواطنين في أنها يا ريت كان يكون في أكثر، لكن الظروف كانت مغايرة في المرحلة الحالية. أستاذ عصام، إلى أي مدى تجد أنه السيد الرئيس بيؤكد دائما وأبدا على أنه المواطن هو له الأولوية في كل ما تقوم به مؤسسات الدولة من مشروعات تنموية عملاقة، من برامج للحماية الاجتماعية؟ حضرتك هذا الموضوع ليس غريب على فخامة الرئيس، لأنه حتى النهاردة في كلمته قال أن أنا مواطن زيكم، أنا بشعر بيكم. وده طبعا لو نشوف سيادة الرئيس نشأته كانت في حي شعبي من الأحياء الجميلة اللي هو حي الجمالية، فالحي ده بيدينا برضو نبت التكوين شخصية سيادة الرئيس، أنه بيراعي المواطن المصري في كل موقف. بسيادة الرئيس هو بيحيي الإنسان المصري على صموده وتماسكه كل هذه الأزمات. الحقيقة مصر جزء كبير قوي منها، يعني مش جزء كبير، معظمها ملوش فيها ذنب، لكن كمان لو ما كانتش اتعملت المشاريع السابقة كانت هتكون الأزمة أكتر من كده بكتير. نعم. أيضا إذا ما تحدثنا أستاذ عصام عن الاهتمام الكبير من قبل السيد الرئيس خلال الفترة الأخيرة بكل محافظات الجمهورية، وبالتأكيد الاهتمام أيضا بصعيد مصر له أولوية كبيرة لدى مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها بالتأكيد القيادة السياسية، إلى أي مدى تجد هذا الاهتمام بيفعل على الأرض من خلال هذه الزيارات المتكررة لمختلف أنحاء صعيد مصر، وأيضا من خلال المشروعات التنموية العملاقة مختلفة في كل صعيد مصر؟ خليني أقول لحضرتك أنه صعيد مصر بالتحديد كان مهمشا تماما منذ يعني سنوات وعقود طويلة الحقيقة، لكن الحقيقة كانت ابتدى الموضوع بمد طرق جديدة شرق وغرب طريق الصعيد، ابتدى كمان تتعمل مدن جديدة على جانب غرب وشرق. حضرتك هتلاقي دايما ان في غرب في بني سويف الجديده، المنيا الجديده، اسيوط الجديده، انشاء مجتمعات جديده، مش بس انشاء مجتمعات ولكن المشروعات الصناعيه الضخمه والعملاقه. يعني بني سويف على سبيل المثال النهارده لها نصيب كبير قوي فيها مصانع ضخمه في مختلف المجالات، مشروعات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، التعليم، الصحه، الحقيقه مختلف المشروعات التنمويه اللي بتهدف الى بناء الانسان في المقام الاول. ده صحيح. نعم. ده صحيح. وبالتالي يعني هو حتى سيادة الرئيس النهارده في كلمته مع المتطوعين من حياه كريمه لما قال لهم ان احنا مع بعض هنكمل المشوار بكل التحديات لنغير من حال الشعب ونغير من حال انفسنا، نصل الى المستوى حتى يعني كميه القرى اللي كانت بتعاني
من ابسط حقوق الانسان زي مثلا الفرق الصحي. نعم. النهارده في مشروعات ضخمه من حياه كريمه، بنشوف حضرتك النهارده انه في القرى اللي كانت مهجوره في مستشفيات نموذجيه زي اللي شفناها النهارده مثلا مستشفى هناك. وده سؤالي لحضرتك، سؤالي الاخير لحضرتك استاذ عصام، المشروع القومي الكبير حياه كريمه بما يقوم به من يعني اهتمام كبير جدا بمختلف قرى مصر وبكل محافظات الجمهوريه، الى اي مدى ساهم بشكل كبير في تحقيق الحياه الكريمه بالفعل بكل ما تحمل هذه العباره من معنى للمواطن المصري في مختلف انحاء مصر، يعني بدءا من هذه المبادره المهمه التي بدات يعني بمختلف المشروعات في كل انحاء الجمهوريه وحتى الان، والاهتمام بمختلف القرى ايضا في صعيد مصر. صحيح، خلينا نتناول ده من جزئيتين حضرتك. الدلاله الاولى، خلينا نقول ان الصوره بخير، الصوره خير من ألف كلمه. المحبه والتلاحم الشعبي مع فخامه الرئيس النهارده في سدس الامراء يبين قد ايه ان الناس حاسه بهذا التطور في حياتها، فده جزء مهم جدا. الجزء الثاني، مشروع حياه كريمه هو بيرد على كل المدعين والمشككين اللي بيتشدقوا يقولوا اصل احنا عايزين البشر قبل الحجر. الحقيقه مشروع حياه كريمه هو الاهتمام الاكبر واكبر دليل، لان فخامه الرئيس بيعمل في جميع المحاور على التوازن بما فيها بناء الانسان المصري. نعم. يعني انا عشان ابني الانسان المصري بناء حقيقي لازم احقق له الحد الادنى على الاقل من الحياه الكريمه. صحيح. من مياه شرب صافيه، من طرق يوصل فيها بالسلامه، من صرف صحي، من وحدات صحيه جيده، من حتى الجزء الامني وتطوير المراكز الشرطيه هناك. الحقيقه كل دي بس لان مصر كبيره قوي، فيمكن في ناس كثيره مش واخده بالها من اللي بيحصل. نعم، اشكرك جزيل الشكر استاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.